شاء الله يا خالد، لوحتك تقريبا جاهزة وشكل الدولفين بيكتمل. أنا أحب الدلافين لأنك تشتغل في شركة اسمها دولفين للطاقة. أبويا، أبا أسألك شو تسوون في شركة دولفين للطاقة؟ نقوم بعمل مهم وايد، يمكن صعب إني أشرح لك يا خالد. ليش؟ أنا صوت كبير، شوفني شوفني. زين زين يا كبير، تريا عندي خارطة بتساعدني في إني أشرح لك. وين كنت حاطن هني؟ ها؟ إيه هذه موجودة. شوف، نحن نستخرج الغاز الطبيعي من أعماق البحر في دولة قطر، عقب نصفيه ونحضره في مصنعنا في راس لفان، وبعدين نطرشه داخل أنابيب يسمونها أنابيب التصدير، ويوصلنا في منطقة اسمها الطويلة في أبوظبي. ليش يجيبون الغاز من مكان بعيد؟ آها، لأن هذا الغاز نستخدمه في أشياء وايد عندنا في الدولة، مثل توليد الكهرباء. ها؟ شو علاقة الكهرباء في الغاز؟ شوف يا ولدي، يوصل الغاز الطبيعي لمحطة استقبال الغاز في الطويلة، وبعدين يقيسون كميته ويطرشونه عقب إلى محطات توليد الكهرباء وإنتاج الماي. واو، وبعدين؟ وبعدين يدخل الغاز للتوربين. ها؟ شو هو التوربون؟ التوربين. التوربين، أها، أبا ورقة وقلم عشان أشرح لك كيف يشتغل. وين القلم؟ توه كان هني. جهاز داخل أجزاء دوارة يحترق فيها الغاز الطبيعي بسبب وجود الأكسجين. هذا الاحتراق يسبب حركة دوارة سريعة وايد وايد، وهذه الحركة السريعة تنتقل إلى مولد الكهرباء. يعني هاي الحركة السريعة وايد 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 هي اللي تسوي الكهرباء؟ صح. وبعدين؟ ومن محطات توليد الكهرباء ينقلون ويوزعون الكهرباء على الدولة عن طريق شبكة أسلاك موصلة لكل شارع وبيت. وايد زين، لكن أبا أعرف كيف يوصلنا الغاز من قطر لأبوظبي؟ يوصلنا داخل أنبوب التصدير الموجود في البحر. ها؟ في البحر؟ هيه في البحر. خليني أراويك شيء في موقع دولفين الإلكتروني، تعال. السالفة بدت بالإعلان عن مشروع دولفين للطاقة، وصار الاتفاق بين قطر والإمارات على استخراج الغاز من حقل الشمال قريب من سواحل قطر ونقله لأبوظبي في سنة 1999. وكيف يطلعون الغاز في قطر؟ هناك شيء اسمه منصات بحرية، قاموا مهندسين وفنيين بتركيبها موجودة في البحر شمال سواحل قطر. هذه المنصات تستخرج الغاز من عمق 3000 متر تحت الأرض من 24 بير. أها، وكيف مدوا الأنابيب تحت البحر كل هالمسافة الطويلة؟ هذا لأن في خبراء محترفين في هذا المجال. تعرف يا خالد كم طول هذه الأنابيب؟ كم؟ 364 كيلو متر تحت الماي عشان توصل إلى منشآت استقبال الغاز بالطويلة في أبوظبي. وشو تسوون بالغاز بعد ما يوصل أبوظبي؟ نوزع الغاز داخل الدولة عن طريق أنابيب برية عشان توليد الكهرباء ومحطات تحليه المياه. عرفت كيف يولدون الكهرباء بعد ما يحترق الغاز الطبيعي داخل التوربون. التوربين. ما شاء الله عليك، انت فعلا صرت كبير يا خالد. تدري يا ولدي، صارت دولفين توفر أكثر من 30% من احتياجات الطاقة في دولة الإمارات.
تبين إن هالمشروع ما حد سواه قبل. طبعاً ما حد سواه قبل ومفيد بعد، يساهم في تطور الدولة ويشغل وايدين من شبابنا عشان يدعمون التطور الاقتصادي بدون ما ننسى بيئتنا وتراثنا. يعني مشروع دولفين صديق وفي للبيئة؟ أكيد. يعني الأسماك والمرجان في أمان أبويه؟ أكيد بأمان.